كلمتين من اكتر الكلمات اللي الناس بتلخبط ما بينهم، كلمه spontaneous وsimultaneous. spontaneous وsimultaneous. تعالى في الفيديو ده اعرفك الفرق ما بين الاثنين مع الامثله، ويلا بينا نبدا الفيديو. اول كلمه معانا كلمه spontaneous. spontaneous، وكلمه spontaneous صفه ومعناها تلقائي او عفوي. تلقائي او عفوي، وبالانجلش natural and unplanned. natural and unplanned. spontaneous فيها 2 ان، فافتكرها ان هي natural. natural يعني طبيعي، عفوي، تلقائي، غير مخطط لي. والمثال بيقول his jokes seemed spontaneous but were in fact carefully prepared beforehand. his jokes seemed spontaneous but were in fact carefully prepared beforehand. يعني انه كانت بتاعته بدت ان هي عفوية او تلقائية، ولكنها في الواقع كانت معدة بعناية مسبقا. يبقى spontaneous معناها تلقائي او عفوي، natural او unplanned. اما الكلمة التانية ليها نطقين، بالبريتش بتتنطق simultaneous وبالامريكان simultaneous. simultaneous او simultaneous، وافتكر ان هي شبه كلمة the same. simultaneous the same معناها متزامن او يحدث في نفس الوقت، وهي كمان صفة adjective، ومعناها بالانجلش done or happening at the same time. done or happening at the same time يعني بيحدث في نفس الوقت. والمثال بيقول there were several simultaneous explosions in different cities. there were several simultaneous explosions in different cities. يعني وقعت عدة انفجارات متزامنة في مدن مختلفة. يبقى spontaneous معناها تلقائي أو عفوي، أما simultaneous معناها متزامن أو في نفس الوقت. وتعال نحط الكلمتين في جملة واحدة ونقول The teacher began his speech spontaneously, creating a simultaneous burst of emotions. The teacher began his speech spontaneously, creating a simultaneous burst of emotions. يعني بدأ المعلم حديثه أو حديثه بشكل عفوي، مما أدى إلى خلق موجة من المشاعر المتزامنة. يبقى كان معانا كلمة spontaneous اللي هي تلقائي وعفوي، اما كلمة simultaneous معناها متزامن. وكده خلصنا الفيديو، وطبعا اكتب لي في الكومنتس تحت مثالين او امثلة تبين انت فهمت الفرق بين الكلمتين. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير، لان كل الكلام ده بيدعمنا. وكده خلصنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.